لفت الانتباه هنا الحديث عن أول مصنع نسيج في قطر. لماذا جاء التفكير بهذا المصنع النسيج؟ الاكتفاء الذاتي في أي دولة دول العالم يندرج تحت حاجتين، الغذاء والملبس. دي فكرة أن النهاردة لازم يبقى في اكتفاء ذاتي داخل دولة قطر، وزاد من الفكرة دي طبعا الحصار اللي حصل، أن النهاردة حصل بعض الضربات في سواد الخامات. احنا أريد عندنا مصنع جارمنت شغال في العباية، شغال في اليونيفورم، مصنع مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الصناعية الجديدة. من هنا بدأت الفكرة اللي احنا ازاي ننتج أقمشة خاصة بنا احنا كبراند. إذا تسعون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق القطرية، هذه السوق هل لكم تصور عنها؟ والله سأكون النهاردة في احتياج قوي جدا للخامات. النهاردة في مجال لنا ان احنا ننافس، وبننافس بسعر كويس جدا، ممكن ما يكون منافس لسعر الصين كمان، خاصة ان احنا جايين ماكينات حديثة، واذا قلنا الماكينات الحديثة بتقلل الورك فورس، وبالتالي النهاردة القوس بتاعنا هيقل، وان شاء الله يكون في سعر منافس جدا في السوق القطري. وان شاء الله احنا بلان بتاعنا 1,000,000 متر طولي سنوي، ده الخطة المبدئية.